حلو قوي المكان اللي انت جبنا نقعد فيه ده يا كيمو. تقل مكان عندي يا ابني. اهو نغير المود. انت مش لو تسمعنا حاجه بقى ولا ايه؟ عايز اسمع حاجه؟ ارجوك. انا هبقى الريس. ايه؟ انا هبقى الريس. هفضل طول المده كويس. لا عمري هيس ولا اكذب واميس ولا اسرق وبجح وافضل متيس. ولا اسيب وزيري في شعبي يكيس. لا هبقى الريس. مش هسمح لضميري يسوس ولا اكل شعبي اكل ملوث. ولا اسجن صحفي عارض رايي واترخم الحق وادلس. لا هبقى الريس. لا طفي الشاب ولا جوع قلب ولا خلي الشعب جعان ومفلس. لا هبقى الريس يا كيمو. يا رب يا اخوي عشان ابقى انا صاحب الريس. لا بس حلو قال شعرك قوي والله فنان. ربنا يكرمك يا معلم. هو انت حقيقي فكرت يوم تبقى الريس؟ حتى لو فكرت انا واللي زيي ما نقدرش نعمل كده. ليه يعني؟ ما انتوا مصريين ومعاكوا رقم قومي، ايه المانع يعني؟ من حقكم ترشحوا نفسكم في الانتخابات. بس مش هي دي المواصفات. مواصفات؟ امال ايه هي المواصفات؟ المواصفات يا كيمو انك تبقى فوق السبعين، تصبغ شعرك، من اهل الثقه او من المحاسيب. يا سلام، يعني هو قانون اللي يحكم مصر يبقى فوق السبعين؟ ما العالم كله عايش يا عم مش كده خالص. هو مش قانون يا كيمو، بس مصر دي بلد قديمه، فلازم اللي يحكمها يبقى ناس اوادم زيها، ولا ايه؟ لا بس يالا انت والله شعرك حلو قوي. انا بفكر الحنه. هو انت بتعرف تلحن؟ يعني هي هوايه بس من النهارده نويت استغلها في النضال الثوري. شفت نفسي انا وانت زي نجم والشيخ امام بنخوض بالشعر والموسيقى حركه ثوريه تكسر الدنيا. واحد الله يا جدع في ايه؟ اهدى. معلش انفعلت. بقول لك ايه؟ ما تيجي نروح عندي في البيت ستاف في ثوري هيطلع كل الوطنيه اللي جوانا. انت تاني؟ يلا بينا. المبالغ الكبيره دي هي اللي بتربي معاه، انما الملايين بقى الصغيره دي بتلخبطه. وبعدين يا راجل هي دي فلوس؟ ده ما يجيبوش كارتين شعر. استغفر الله العظيم. طب بعدين هدبر المبلغ ده منين؟ ايوه امي مينا. اهلا وسهلا. خطوه عزيزه اتفضلي. معلش يا اختي اصل انا مستعجله. دول 2000 جنيه بتوع الجمعيه بتاع ديسي وامه. يبقى كده يا اختي وصلك مني 10000 جنيه صح؟ صح يا حبيبتي. كل شهر وانت طيبه. انت طيبه ربنا يخليك وما يحرمنيش منك ابدا. الله يكرمك. السلام بقى. طب اقعدي شابي حاجه. معلش يا اختي اصل انا مش فاضيه. الراجل زمان على وصول عشان الحق احضره العشاء. كتر خيرك. سلام. سلام يا حبيبتي. الراجل ده ما بيشغلش لحد مبلغ اقل من 5000 جنيه. بس انا اصارح اختي صبرا بالموضوع وافهمها على كل حاجه واستلف منها مبلغ من فلوس الجمعيه. معقوله دي ما صدقت تتحصل عليهم واكيد مش هتوافق. ما هي ما تعرفش الخير اللي مستنيها اول كل شهر لو عملت كده. بس أنا عارف وحرام عليا لو سبتها تضيع الفرصة من إيدينا. أنا هاخدهم واللي يحصل يحصل. سامحنا يا رب. ولما يهل علينا الشهر الجديد بالمكاسب ساعتها يعرفوا إني عملت كده عشان مصلحتهم كلهم. والله كلهم. هاي يا أمير ما قلتليش يا حبيبي ناوي على إيه بقى؟ ناوي على إيه في إيه يا ماما؟ في إيه؟ أنت دلوقتي باسم المسيح أخدت الدكتوراه وألف جهة دولية تتمنى إنك تشتغل معاه. مش ناوي تبص على نفسك شوية بقى؟ وأنا هبص على نفسي أكتر من كده. ما أنت قلتي الكلام كله. أنا شغال على نفسي كويس. أيوة يا حبيبي بس أنت ناسي أهم حاجة. وإيه هي أهم حاجة؟ الجواز. يا حبيبي أنت بقيتش صغير ومن حقك يبقى لك عيل وأنا كمان من حقي يبقى لي حفيد. بص يا ماما أنا جربت حظي قبل كده في موضوع الجواز ده ومن الواضح إن أنا ماليش فيه. بس عليك يا أمير أنت بتقارن إيه بإيه بس؟ التانية كانت أمريكانية يا حبيبي، يعني لا طبعها زي طبعنا، ولا أفكارها زي أفكارنا، وده كان السبب الأساسي في إن أنتوا فصلتوا عن بعض. طب أنت شايفة إيه؟ يا حبيبي أنا شايفة إن أنت تدور على واحدة زينا، مننا، تفهمك وتقدرك وتريحك. هو كلامك موزون،
خلاص يا ستي دوري لي على عروسه. بجد من بكره هيكون عندك دستة عرايس. شويه دستة وفعلا شويه. هو انت اي حد يا حبيبي؟ ده انت امير يعقوب على سن وروح. انت اللي جميله يا قمر. يا حبيبي الو الله يسلمك. مين يا ابن اللذينه؟ جناب الباشا شخصيا بيتصل بيا. وحشتني جدا يا سيف. اخبارك ايه؟ لسه واصل من يومين يا سيدي. الله يسلمك يا حبيبي. اخبارك ايه؟ اخبار الشله كلها ايه؟ طمني عليكم. هايل. يا ريت. خلاص ظبط معاهم ميعاد ونقعد قعده من بتوع زمان. ماشي اتفقنا. الله يسلمك يا حبيبي. يلا سي يو باي باي. يا بنات يلا يا بنات المحلات قربت تقفل. ايوه يا ماما احنا خلاص جاهزين اهو. يلا يا حبيبتي. استنى يا بطه. خد يا بنتي هاتي كل اللي نفسك فيه. ما تحرميش نفسك من حاجه انت عروسه. ربنا يخليك لينا يابا وما يحرمناش منك ابدا. ده احنا عايشين على حسك في الدنيا. ايه يا حاج امين انت مش جاي معانا ولا ايه؟ لا انا عندي مشوار تاني هقضيه. هخش اغير هدوم وانزل بعديكم. اتفضلوا. سيبيه على راحته طريقه غير طريقنا. يلا يا بنات. بعدين ايه يا عم المكان القباه اللي انت جبنا فيه ده؟ هو انت شويه عندينا ولا ايه يا عم امين؟ وبعدين ده ما هيكونش اخر تعامل بيننا. فانت من هنا ورايح لازم تدلع نفسك. ايه تدلع نفسك دي؟ ايه؟ وهتكون فاكر ان انا اللي هدفع الحساب. لا ما تخافش اي حساب واي طلبات عندي. المهم جبت بقيه المصلحه؟ ايوه. امال ايه؟ 10,000 جنيه ورق متينات يذبح رقبه الحمامه. عالم. جبت الترخيص؟ جبته. امال ايه؟ اه ادي الترخيص. اه ها هتختمه لنا بكره زي ما اتفقنا. وبكره ليه؟ ما دام انت حليت لي بقى ايه يبقى انا كمان لازم افرقك. انا جبت الخدمه معايا. الله عليك الله عليك يا امين يا مترتب. والله العظيم انت راجل 10/10. انا طول عمري احب النظام. اه وعلي بوسه كمان. الف مبروك. ها قلتي ايه؟ سوري مش هقدر. ليه بس؟ عشان انا قايله لك اني ناويه هاجر وفاضل لي شويه شغل هخلصه واخد فلوس وهسافر على طول. يا ستي وماله؟ وانت بتخلصي الشغل ده خلصي كمان ديكورات العياده بتاعتي ولا هتسيبيني اتلطم في وسط مهندسين الديكور وانت موجوده؟ طبعا لو كنت موجوده محدش غيري كان هيعملها لك.
بس انا خلاص مسافره ومش مستعده اخد شغل جديد. يا ناسي ده شغل صغير، هو انا بقول لك اعملي لي حمام سباحه ولا جاكوزي؟ دي عياده. ما تعودتش افرق بين شغل وشغل، يعني انا لو قبلت العياده بتاعتك هتعامل معاها لانها فيلا كبيره وهديها كل وقتي، وانا بجد مزنوقه في الوقت. ام سوري يا امير. مش عارف اقول لك ايه، انا دايما حظي كده، دايما اجي في الوقت الغلط. مبروك فرحان. ها لا 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 سجاير، لا احنا اتفقنا ياخد بطه مفيش سجاير مش هيلمسها خالص. هنتكلم في ده، هنتكلم ولا رجع الجهاز؟ لا لا يا عم رجع السيجاره. حلو. الف مبروك يا عريس. الف مبروك يا بطه، ربنا يتمم بخير ان شاء الله. الله يبارك فيكي. عقبالك يا هاني. والله كبرتي يا بطه وبقيتي عروسه. عقبال ما اجيب جهاز ولادك يا رب. عقبالك يا ادم. ان شاء الله قريب. ده بيت امين عبد الحي سلامه؟ ايوه يا باشا. بيقولوا قبض على أم عمين في رشوة، وكمان إيه جايين يكبسوا عليه عشان يظبطوا الفلوس اللي قبضها. كلام إيه اللي بتقوله ده يا ديس؟ حرام عليك يا جدع، عم عمين طول عمره راجل نضيف وسمعته زي الجنيه الدهب. نضيف؟ مش أنا اللي بقول يا سمينة، الحكومة اللي بتقول، ولو مش مصدقني روح اسألهم. هدي آخر المشي العاوج والقبض قبل إيد الشمال، ده بكرة تبقى فضيحتهم بجلاجل. فضيحة بس؟ دي فضيحة بريحة، واللي ما شمش الخبر بكرة هيشم. وريحته ومنتنا هتبقى في كل مكان. هحمدك يا رب، ده ربنا خلص لك يا ولا طارق يا حبيبي. حبيبي ياما. لما تطلع عياط بقى بنت انتي. متقلقوش ان شاء الله خير. بعدين ان شاء الله هيطلع سوء تفاهم وهنمشي كلنا مع بعض. بس بنت. بقول لك يا طه. ايه يا حبيبي؟ تاخد اخواتي تروحهم والمره تقعد معاهم شويه وتجيب لي جاكيت وانت راجع. لا يا ادم، انا مش همشي من هنا لما طبين على ابوك. انا مش هسيبك يا ادم. خلاص يا ادم شبك شو عم نعمل واخد القرار مع بعض. شو عم نعمل صوت عشان ما حدش يجي يزعلنا ومشينا. اهدوا كده بقى باذن الله خير. ادم انت بتعمل ايه هنا؟ ايه ده؟ انت عندك حاجه ولا ايه؟ لا ابدا، انا ابويا بيحققوا معايا في مشكله كده. بيحققوا معايا في ايه؟ حاجه كده يعني ان شاء الله خير. طب ايه ده، انا كده كده داخله للمأمور، اديني اسم باباك بالكامل وانا هحاول افهم منه ايه الموضوع. انت تعرفي المأمور؟ لا داخله له في حاجه لازم اخلصها معاه. طب والنبي عليا لا تقفي جنبي، انت عارفه انا ما عنديش واسطه ولا اعرف اي حد. تكلميه كده ولا تقولي له اي حاجه؟ ما تقلقش يا ادم، قول لي بس اسم باباك بالكامل ايه. امين عبد الحي. طب اهدى واستناني هنا وانا راجع لك على طول. انت متهم بتقاضي رشوة والتربح من خلال وظيفتك الحكومية يا سيد امين. انا غلبان يا سعادة الفيل. انت متصور صوت وصورة وانت بتاخد بقية المبلغ، يعني القضية لبساك لبساك، مفيش داعي للانكار. اخدت الرشوة ولا لا؟ غصب عني يا سعادة الفيل، والله غصب عني. الدنيا كانت ملطشة معايا ومش عارف اعيش، كنت مضطر والمضطر بيركب الصعب. مفيش أصعب من فساد الزمم والأخلاق، ولا إيه يا سيد أمين؟ عارف، عارف والله يا سعادة البيه. أنا كنت عايش بما يرضي الله وكافي خيري شري وراضي باللي بيبعته ربنا.
بس مش ذنبي انا ترس في مكنة والمكنة كلها مصدية، يعني كان لازم الصدى يطلني. ساعة البنت لو حطيت تفاحة بايظة جوه قفص تفاح سليم القفص كله هيبوظ ويعفن. شوفوا مين اللي ساب التفاح البايظ جوه القفص لغاية القفص كله ما باظ. يعني انت معترف انك اخدت الرشوة؟ وانا الواحد اللي باخد يا سعادة البيه؟ ما البلد كلها بتاخد، من كبيرها لصغيرها بياخد، الكل فاتح الدرج ومستني السبوبة اللي هيرمهاله صاحب المصلحة. هو في حد عايش على مرتبه النهاردة؟ قبل ما تحاسبونا احنا بيه حاسبوا الكبار، الكبار اللي باعونا برخص التراب خدوا عمولات بالملايين. ولا هو الغلبان في البلد ده مالوش ظهر؟ هو اللي لازم ينضرب على بطنه لحد ما يموت. ما تكتبش الكلام ده يا ابني. عم امين حاسب على كلامك قبل ما تلبس قضيه تانية غير قضيه الرشوه. ما عادش تفرق معايا بيه، انا خلاص رايح في داهيه رايح في داهيه. ازاي عليك النبي، دوروا على راس التعبان واقطعوها، دوروا على الكبار بخدروا هموس من قدامنا وسابونا نسأل الله في حق الرغيف الحاف مش لاقيينه، دوروا عليهم وخلصوا البلد منهم عشان الغلاب اللي زي حالتنا احنا يعرفوا يعيشوا. والله العظيم لو مسكتوا دلوقتي انا روحكم. في ايه؟ اسكتوا بقى يا جماعه. اهدى يا ده. قلبي معاك يا بطه، قلبي معاك يا ساميه. شفت بختنا ما اعرفش ماله يا هلا. تعرفيش امي عامله ايه دلوقتي؟ جبنا لها دكتور وان شاء الله تبقى كويسه. اطمن يا ابني، زمان ام نضال قاعده معاها دلوقتي. قولوا لي يا عم امين عامل ايه؟ ولا حد عارف اي حاجه. استرها يا رب. كنت مستخبى لنا فين ده كله يا ربي. اهدي بس اهدي، ما تعمليش في نفسك كده يا بطه. انا ازاي بس؟ مش عارفة هنلاقيها منين ولا منين؟ اطمنوا، عم أمين طول عمره راجل شريف وأكيد بريء ومتهمينه غلط. أنا قلت كده برضه. أبوك طول عمره راجل محترم. لا يمكن يعمل كده. مرزوق إيه؟ إيه اللي حصل يا مرزوق؟ أبوك لابس قضية رشوة. إيه؟ يا لهوي. رشوة؟ رشوة إزاي يعني؟ قلبي معاك يا متلبس؟ هذا ازاي؟ متلبس؟ متلبس ازاي يا مرزوق؟ متلبس ازاي؟ يا انا اخترتكم انتوا الاثنين للمهمه دي عشان اعرف كفايتكم رغم الاختلاف في ارائكم، بس انا عندي احساس انكم في القضيه دي ممكن تكملوا بعض. في مجموعه من شباب المدونات عاملين دعوه لمظاهره يوم الخميس، انا عايزكم ترصدوا العقول المدبره وتعرفوا مين اللي وراها وايه الاجنده بتاعتهم، وده يكون في أسرع وقت. أنا مش عايزكم تختلفوا، أنا عايزكم تتحدوا عشان نوصل لهدفنا. تمام سعادتك، تحت أمر معاليك. اهدي يا بطل، شدة وزول إن شاء الله. أبويا راح، أبويا راح يا مرزوق. بس بس بابا في يلا اتحرك وانتهب. تقول اللي جابكم جاي نطمن عليك يا بابا. ربنا يكون في وقتك يابا. في ايه يابا؟ ايه اللي حصل؟ ربنا يكون في عونها. ما تقلقش يابا، ان شاء الله الحق هيبان ويعرفوا انك مظلوم، انت ما عملتش حاجه يابا صح؟ خلي بالك من امك واخواتك يا ادم، انت دلوقتي كبير البيت. يلا يا متهم. معلش يا ابني، انا عملت كده غصب عني. لا يا حبيبتي، الفلوس اللي جه خدها البوليس دي فلوس رشوه ابوكي كان واخدها. يعني انت ياما كنت عارفه ان ابويا واخد رشوه؟ ياما نصحته
سد ودانه، ما سمعش غير شيطانه. اعمل ايه؟ ضيع نفسه وضيعنا معاه. لا لا، انا مش مصدقه، ابويا ما يعملش كده. ابوك يجري ورا الفلوس وكل ده عشانك انت يا بطه، بدل ما يسترك فضحنا. ابويا اللي بيضربوا به المثل في التدين يعمل كده؟ عشان كده عايز اعرف فلوس الجمعيه راحت فين، مين اللي خدها؟ يما ما اعرفش، يما ما اعرفش. انطقوا، مين اللي خد الفلوس دي؟ مين اللي خدها؟ انت يما فعلا بتشك ان في حد في ولادك هو اللي واخد الفلوس؟ ليه لا، اذا كان ابوك اللي عشت معاه عمري كله خيب ظني، اشمعنى انتوا يعني؟ عشان احنا تربيتك يا ام، وعارفه اخلاقنا كويس. بس الزمن ده بقى ما بقاش فيه امل لحد يا ادم، حتى احنا ولادك. سامحوني اذا كنت بقول كده، لكن انا عايز اعرف برضو الفلوس دي راحت فين. انطقوا، الفلوس دي راحت فين؟ الفلوس فين يا ادم؟ ادم شكرا يا ام، شكرا. انا هاخد ابني واقعد عند حماتي طالما بتشك فينا كلنا. صبرني يا رب، صبرني يا رب، يا رب صبرني يا ابني. دي امي، يعني لو اديتني بيت جزمه مش هبقى زعلان. انا بس صعبت عليا نفسي عشان سرقتني كده مع الهوجه، واللي صعب عليا اكتر هي عشان اتسرقت يعني، وهي مش ناقصه. ادم انا محبش اشوفك كده. شوف يا ابني انت محتاج كام وانا اديهم لك، احنا اخوات يعني مفيش بينا فرق. لا يا عم شكرا. خلاص يا عم الحسيس، متاخدهاش بقى على جوه. وبصراحه بقى انت اللي غلطان. غلطان في ايه؟ عشان لغايه دلوقتي قاعد معاهم في البيت، لازم تفش خلقها فيك. وبعدين يعني انت مش مكسوف على نفسك؟ شاب كده طويل عريضه حضرتك، بيشتغل وعنده مرتب، لسه قاعد معاهم بيعمل ايه؟ بتشوف لك يا ابني مكنه تروح تقعد فيها تريح نفسك وتريحهم. واهلي بقى مين ياخد باله منهم؟ يا سلام يا عم، يبقى زورهم، يبقى كلمهم في التليفون، ايه المشكله يعني؟ عارف يا كيمو، الناس اللي زينا ما يعرفوش يعيشوا غير وهم مع بعض، زي ما تقول كده بيدفوا بعض، اللمه حلوه يعني. وتعرف ما نعرفش ننبسط لو احنا مش مع بعض، تعودنا يعني. عاده نيله يعني، انتوا بيتكم صغير غاويين تكونوا فوق بعض ليه يعني؟ يا كيمو هو بمزاجنا؟ يا سيدي انا ما اقصدش، بس اللي عايز اقوله لك ان العيل من دول في بلاد بره، ها 16 سنه بيسيب اهله وبيشتغل وبيقعد لوحده وبيصرف على صاحبته كمان. اللي اقول لي انت ابوك بيصرف عليك؟ اه بيصرف طبعا، ربنا يديله الصحه. طب بقول لك ايه، قوم خش بقى نام في اي اوضه زي ما انت عايز. انام؟ تفتكر هعرف انام؟ بصراحه الموقف مؤثر جدا يعني، بس انا مش قادر اتحمل برنامج حياتي ده اكتر من كده، فارجوك سيبني اشرب السيجاره وخش اقعد عيط لوحدك عشان انت مزودها بزياده. بزياده؟ ماشي يا عم، ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في دوره الميه. حلوه دي، حلوه. بقول لك ايه، قوم خد لك دش بقى عشان انا طلبت اكل. هنا بتتصل. يا هنا يا هنا. ايوه هنا. ايوه يا عم. ايوه هنا. ايوه يا سيد. ايوه حبيبي. ايه يا حياتي؟ سلام يا هنا. انا عرفت انك خرجت من البيت مخنوق، كنت هتجنن، عايز اطمن عليك باي شكل. انا فعلا مخنوق خنقه ما يعلم بيها الا ربنا. عارفه لولا ان انت اللي كلمتيني ما كنتش اخدت عطف البيت ده. انا زعلان قوي هنا، زعلان من البيت كله وزعلان على البيت كله. معلش ما تزعلش يا ادم، احساسي انك زعلان كان مخليني مش عارفه انام، قلت يا بت هنا مش هتنامي غير لما تشوفيه. هنا انت كده بتصعبي عليا الامور قوي. امور ايه تاني؟ ظروفي ملخبطه، قضيه ابويا، فلوس الجمعيه اللي اتسرقت، انت عارفه كل الحاجات دي لو ما اتسددتش ايه اللي هيحصل؟ مش بعيد امي تحصل ابويا وتتسجن هي كمان، وكفايه منظرنا اللي بقى زي الزفت في الحته كلها. يا ادم الحاجات دي ممكن تحصل لاي حد. اي حد ايه يا هنا؟ انت بتقول اي كلام وخلاص. اي حد ابوه مسجون في قضيه رشوه مش يمكن يحققوا معاه ويطلع بريء؟ وممكن ما يطلعش بريء، ساعتها هنروح فين بقى انا وامي واخواتي؟ ولا ابوكي رد فعله بقى وانت داخله له بعريس ابوه مسجون في قضيه رشوه؟ انا اللي هتجوزك مش ابويا. وبعدين انت ليه محسسني ان ابويا وابوك ما يعرفوش بعض؟ بص يا ادم، كون ان عم امين غلط ده ما يمنعش انكم ناس طيبين قوي. طيبين
ده أنا نفسي بدأت أشك فينا، مش عايزة الناس بقى تظن فينا. ده رأيك كنت حر فيه، إنما أنا مش هسيبك أبدا وحفضل جنبك، عشان أنا عارفة إنك جدع، وده أهم حاجة في الموضوع عندي. يا هنا، أنا عليا حمل كبير وأنت كده بتزوديه. ارمي حمولك عليا. أنا مقدر إحساسك ناحيتي، بس أنا مش عايزك تغرقي معايا في بحر مشاكلي. هنا أنا شايف إن إحنا ما نكملش. أنا هعتبر إن أنت ما قلتش الكلام ده عشان أنا مقدرة التعب اللي أنت فيه. بص، أنا مش عارف أقول لك إيه، بس كل لازم المعلومات بتقول إن طاهر ومجموعته بيتقابلوا بصفة شبه يومية في شقة واحد صاحبه. اسمه ايه صاحبهم ده؟ اسمه كريم كارم ابو المكارم، وساكن في 19 شارع منصور محمد في الزمالك. كريم الواد ده له ملف عندنا يا هشام؟ لا يا باشا، الواد ده اسمه ما وردش في ملفاتنا قبل كده. واضح كده يا باشا ان هو جديد في الحكايه. يمكن يكون قديم بس حويط وحذر. على كل حال العيال دي اتحط تحت المراقبه، واول ما يتجمعوا يتلموا ويجوا لي زياره. تمام سعادتك. انت يا عامر، انت اللي خدت الفلوس؟ ايوه انا اللي خدتهم، بس انا خدتهم عشان مصلحتكم كلكم. مصلحتنا كلنا؟ تسرقنا وتشككنا في بعض كلنا وتقول مصلحتنا كلنا؟ ما سرقتهمش يا ادم، ما سرقتهمش. انا كنت واخدهم منكم بغرض السلفه مش اكتر، وهرجعهم تاني، بس قلت استثمرهم مع واحد زميلي في الشغل اللي بيتاجر في كروت شحن الموبايل، وقال لي هرجعهم لك اخر الشهر ال 10,000 بتوعك وزيادة عليهم المكسب، والمكسب كان لكم كلكم. طب ليه ما قلتليش بدل ما تاخدهم من ورايا؟ خفت يا صبرا، خفت فتحك في الموضوع ده تحجر دماغك وتوقفي للمصلحة. تقوم تعمل كده؟ صدقوني كان غرضي شريف وضميري بيأنبني، عشان كده أنا صرحتكم بالحقيقة. الراجل فعلا هيديني 10,000 جنيه بتوعي وفوقيهم المكسب. ما تقلقيش يا بطل، جهازك هيكون موجود، اطمني، ما تقلقيش خالص. مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا حبيبتي. مساء الخير يا حبيبتي. تأخرتي كده ليه نانسي؟ معلش يا ماما، أصلي كنت بستلم الفيزا وفاضل لي شوية حاجات صغيرة كده في شغلي أخلصها وأحدد ميعاد السفر. برضو عملت اللي في دماغك؟ سامحوني يا جماعة، أنا مش قادرة أقعد هنا، مش قادرة. جورج، هتسيبها تعمل اللي في دماغها؟ واحنا في ايدنا ايه نعمله؟ ما هو على يدك. حاولت معاها اكتر من مره تخرج فكره السفر دي من دماغها، ما فيش فايده. بس كده هنفقدها زي ما فقدنا شريف ابننا قبلها. لا، شريف احنا دلعناه شويه زياده، لكن نانسي ما تقلقيش عليها. الغربه بتغير الناس يا جورج. مش كل الناس يا سيسيل، انا زرعت جوه نانسي حاجات حلوه كتير، ومهما راحت ولا جت ولا سافرت حتى هتكتشف في اي حته ان ملهاش جذور، وهتضطر ترجع تاني. وفرد ما رجعتش يا جورج؟ صدقيني هترجع، دي بنتي وانا عارفها. طب شريف ابننا برضه يا جورج، ليه راح وما رجعش؟ شريف طايش، ولد طايش، والسكينه سرقاه، لكن بكره لما يكبر ويعقل اكيد هيرجع تاني. بس نانسي بنت، ووجود بنت في الغربه شيء صعب. صعب لما تكون مش متربية، لكن نانسي جدعة وبميت راجل كمان. أنا مش فاهمة، أنت إزاي هاجي ومتطمن كده؟ لأني زرعت جواها الصح، واللي يزرع الصح أكيد هيجني صح. عشان تعرفوا إن أنا كان عندي حق لما رفضت الواد الصايع ده. يا بابا آدم ملوش ذنب، مش معنى إن أبوه غلط يبقى ناخده بذنبه. عيلة واحدة بيورثوا لبعض الخسه وقله القص. يا بابا بلا بابا بلا ماما، ولعلمكم حسكوا عينكوا الاقي واحده فيكم لسانها بيجي على لسان الناس دي. يا ساتر، ده بدل ما تقف معاهم في زنقتهم، دول مهما كان جيراننا والنبي وصى على سبع جار. لما يكونوا محترمين اصلا مش سوابق، وهي كلمه واحده
مش عايز واحدة فيكم لسان هيجي على لسان صبرا هي ولا أولادها، واللي هتعمل كده شوف هيحصل لها ايه. بس بقى يا بابا. ولا بس ولا ما بسش، هي كلمة. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. ايه رايك بقى يا شلانز في الديكور والاجواء والبوسترات الجديده؟ جيفارا ده مثل الاعلى يا عم. ده مفيش غير جيفارا هنا، ما اعرفش غيره ولا ايه؟ عشان نعيش ثوريه بلا حدود. اتفضل عد. بس ايه اللي حصل يا كيمو؟ انا اول مره اعرف انك ثوراجي كده. والله يا طاهر انا اول مره اكتشف كده في نفسي. ايه اللي حصل؟ صحيت من النوم لقيت نفسك كده ولا ايه؟ يعني هي حاجه شبه كده. المهم بقول لكم ايه؟ ايه يا عايزكم تشحنوني. نشحنك؟ ازاي يعني؟ عبيط ده ولا ايه؟ يعني عايزكم كده تحفظوني كام جمله من الجمل المجعلص اللي انتوا بتقولوها دي، اللي محدش بيفهم منها حاجه، محتاج اعمل بيها شغل. شغل؟ شغل ازاي يعني؟ اصل انا بصراحه في بنت معجب بيها قوي. البنت دي ثوريه كده شبهكوا يعني، صحفيه بقى ولمضه جدا جدا جدا، وعايز يعني يخش لها بحوار. فكها بقى يا ده، انت واد اتم. شايف انت بتقول ايه؟ شايف ليه بقى؟ تافه. مساء الخير يا كريم بيه. ازيك يا استاذ طاهر؟ حاج محسن. سلمونا يا فندم. مين حضرتك؟ ابن دوله. ابن دوله ليه؟ ليه؟ جايب لي الحبايب كلهم على الحيطه وعامل تنظيم سري وتقول لي ابن دوله ليه؟ يا فندم حضرتك فاهم غلط خالص. فاهم غلط؟ وايه ده؟ ما شاء الله، حشيش وخمره ومزه. هاتوهم. على فين يا فندم؟ هناك هتعرف. يا فندم هناك فين؟ حاسب ايدك انا يا يلا. ايوه يا عليا، بس دي قضيه فساد كبيره. لو حضرتك وافقت عليها هننفرد بنشرها. طب ومين اطرافها؟ الوزير سعيد سليمان ورجل الاعمال منيب راشد منيب. بتقولي ايه؟ رجل الاعمال منيب راشد منيب؟ مش ده يبقى والدي؟ عليا هتكشف ابوكي وتفضحي قدام الراي العام. عمري ما حسيت ان ابويا غير وانا بشوف اسمه على بطاقتي، مش طالعه له في اي حاجه، لا شكل ولا طباع، عكس اختي اللي طالعه له في حاجات كتير قوي. للدرجه دي يا عليا؟ سابنا واحنا صغيرين وراح اتجوز على منى واحده غنيه عشان خاطر الفلوس. الرابط الوحيد اللي كان بيننا وبينه الفلوس. عمره ما حسش. وطبعا جات لك الفرصه عشان تردي له كل اللي فات. لا الموضوع مش انتقام، على عيني اللي انا بعمله معاه، بس لا تربيتي ولا اخلاقي تسمح لي ان انا اشوف فساد واسكت عليه، حتى لو اللي عمل الفساد ده ابويا. بس يا عليا دي قضيه لو صحت اتهاماتك فيها ابوك هيتسجن. عارفه وخايفه قوي من اليوم ده، بس لو سكت ودريت عليه هسقط قدام نفسي، وانا الموت عندي اهون ان انا اعيش وانا مش محترمه نفسي. ايوه بس انت يا بنتي كده هتخسري ابوكي. هو اللي قرر يخسر، مش من النهارده، من زمان. وانا مش مستعده اخون شرف مهنتي عشان خاطر اي حد. انا مش عارف اقول لك ايه. تقولش حاجه، قول ان حضرتك موافق على النشر. موافق طبعا، دي قضيه هتقلب الدنيا وهتحقق توزيع كبير للجريده. دي صوره من العقد اللي تم التوقيع بينه وبين الوزير، واللي الوزارة رست فيه المناقصة على ابويا بعد ما ابن الوزير دخل بحصة قيمتها 5 مليون جنيه. ولاد الحرامية. طيب عموما سيبي لي العقد ده. عليا أنا عايز حاجة منك. اتفضل. في زميل جديد هنا معانا في الجريدة مقطوع من شجرة، اسمه طاهر عبد الظاهر. عارفة يا فندم، ده زميلي في الكلية وشاعر موهوب قوي. معلوماتنا بتقول إن أمن الدولة قبضوا عليه في ظروف غامضة، عايزينك تحققي في الموضوع وتعرفي لنا ايه الاسباب. طلعت ملف عباد الشمس اللي عندك يا اخي اللي فوق. اسامه الحمد لله على السلامه. انا استنيك من بدري. ايه الاخبار؟ فين الارباح؟ مالك في ايه؟ في ايه يا ابني؟ طمني عليك، بتعطل ايه؟ انت انا في ايه؟ انا انت بومة ونحس، ويا ريتني لا عرفتك ولا شغلت معايا فلوس ولا قلت لك على حاجه ولا شفتك اصلا يا اخي. ليه يا ابني؟ ليه يا اسامه؟ انا عملت لك حاجه؟ الراجل يا سيدي، الراجل هرب بفلوسنا، هرب بفلوسنا والبوليس بيدور عليه. وخد اهو. اخد ايه؟ شوفه. هشوف انا مالي ومال الكلام ده؟ يعني انا اتنصب عليا ولا ايه؟ يا عوض علينا ربنا كلنا كده. اقعد تعالى. بص يا بابا، بيقول الراجل نصب علينا كلنا. يا لهوي، نصب علينا.
علينا. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ نصب علينا والبوليس بيدور عليه. انت اللي حرامي. ولا حرامي ولا حاجه. انت اللي حرامي. الله يا طارق، انا بكلمك لمصلحتك عشان ما تتاذيش. ليه؟ خايف عليها قوي؟ وليه لا؟ مش انت ابن بلدي وزي اخويا يا طارق؟ في كل مهنه فيها الكويس وفيها الوحش. باشا نورة. عامل ايه؟ نورة حبيبي. ايه يا دمبي؟ لسه مش عاوز يعترف يا باشا. اعترف حبيبي؟ قد تربية ايدي اجدع واد في اصحابه. شكلك كده هتعرفني. انا انت ايه، ما حرمتش من المره اللي فاتت ولا ايه؟ انا ما عملتش حاجه غير اني عبرت عن رايي. ورايك ده روح امك شويه، ده مصيبه عليك وعلى اللي جابك. ليه؟ واللي يقول حق في الزمن ده يبقى عمل مصيبه؟ يعني بتعترف ان انت واللي معاك نظمتوا الوقفه الاحتجاجيه؟ ايوه احنا نظمنا الوقفه الاحتجاجيه، وده من ابسط حقوقنا. ومن ابسط حقوقك برضه يا روح امك انك تحرق وتدمر في البلد. انا ولا دمرت ولا حرقت، انا قلت كلمه الحق بقى على حسي وبس. الواد ده كويس وبيحب مصر. انا فخور بيك يا طاهر، عشان كده تريك عندي بوسه. ايه يا كراميل؟ ايه يا بنت مالك احلوتي واتدورتي كده ليه؟ يا بنت غيرت لون شعرك من غير ما تقولي لي ولا لسه برضه مصر على الانكار؟ يا فندم والله العظيم، والله العظيم ثلاثة انا ما اعرف حاجة عن النضال ده اساسا. امال يا بنت كانوا بيجوا عندك الشقة بيعملوا ايه؟ ها؟ يا فندم والله العظيم دول زملاء معايا في الكلية، وما كنتش اعرف ان هم منيلين قوي كده. منيلين؟ يا وحشة. هم برضه اللي منيلين؟ طب هم منيلين. انت تبقى ايه بقى؟ انا مدمن مخدرات، وبتاع نسوان، وبتاع كاس يا فندم، ولو حضرتك حللت لي هتلاقي دايما كله مخدرات، ولو مش مصدقني كمان موبايلي كله نسوان مسجله اداب يا فندم. حد يعمل كده برضه؟ تبني ايه؟ ما بتصليش ولا ايه؟ ولا عمري ركعتها يا فندم. للدرجه دي؟ يا فندم اكتر من كده، انا اضيع من الضياع، صدقني صدقني انا اضيع من الضياع ومفيش مني فايده. طالما انت اضيع من الضياع يبقى انا فخور بيك يا كريم. ربنا يخليك. عشان كده بقى مش هديك بوسه، ده انا هدي لك حضن كبير من عمه. مش هزار. ركزي المرة الجاية. حاضر يا فندم. ايه؟ حاضر. ها؟ حاضر يا فندم. عندك في البيت بيعملوا ايه يا بنت؟ والله يا فندم ما فيش حاجة. ما فيش حاجة؟ والله يا فندم ما اعرفش اصلا. راحت الفلوس. راحت الفلوس وراحت معاها كل احلامي. على حظ المهبب انا. على حظي انا. الراجل المرة دي قرر انه ينصب على الناس وعليا انا واخد الفلوس ويكت بيها. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. كان مستخبي لنا ده كله فين بس يا ربي؟ يعني ايه؟ يعني فلوس جهازي راحت؟ ده من طمعك وجشعك وقلة اخلاقك. حقك عليا صبر. اعملي فيا اللي انت عاوزاه. ان شاء الله تضربيني بالجزمة اللي في رجليكي. ان شاء الله تموتيني حتى. هو موتك هيرجع الفلوس يا خال؟ ولا هيخلي امي تسد فلوس الجمعية عشان ما تتحبس؟ انا مستعد اتحبس مكانك يا صبري. اروح واعترف واقول انا اللي سرقت الفلوس واتحبس مكانك. طب هم اغربوا ممكن يدخلوني السجن، لكن انت اخويا يا عامر اذيك ازاي بس؟ كفاية يا صبري. كفاية عشان خاطر كلامك ده وطيبة قلبك دي هتموتني. صبري اضربيني بالجزمة اللي في رجلك. موتيني. اعمل اللي انت عاوزاه. حقك عليا يا صبر. يا رب يا رب شيل الغمه دي يا رب. يا رب كان مستخبينا فين بس يا رب. يا رب منك لله يا شيخ، منك لله. استغفرك واتوب اليك يا رب. يا رب انا غلطان فعلا، غلطان.
ادم رد عليا، عشان خاطر رد عليا وريحني. اتكلم وقول اي حاجه. ادم انت لما اتكلمتش انا هقوم اولع في نفسي.